السلام عليكم ورحمة الله. أشوف ناس بلشانين وش معنى رب المشارق ولا رب المشرقين ولا رب المشرق، ويفتحوا المساحات يفتحوا. طيب أنتم علماء فلك ولا ما أنتم متخصصين بالفلك؟ إذا ما أنت متخصص بالفلك خل صاحب الفلك يعلمك، يقول لك ما معنى المشرقين وما معنى المشارق. طبعا علمانا قبل كانوا يفسرون على مستواهم وعلى مستوى فكرهم. انتم الان اذا في علماء فلك يفسرون معنى المشارق والمشرق. انت المطلوب منك كانسان عادي عليك الرساله اللي جيتك من رب العالمين، افعل ولا تفعل، هذا المطلوب منك اللي يحاسبك عليه رب العالمين. يعني لو ما تعرف ايش معنى المشارق ولا ايش معنى المشرق ما راح الله يحاسبك على الشيء هذا، لانك ما انت عالم فلك. هذه ايات تفيد الباحثين المتخصصين، وعندما يذكر مثلا تطور الجنين في بطن الام يستفيد منها الاطباء. انا لو ما اعرف كيف ينمو الطفل ما راح الله يحاسبني على الشيء هذا. يعني أعطوا الناس تخصصاتهم. يعني ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما فسر المصحف؟ ليش؟ بس علمنا بالرسالة، قال كذا افعل ولا تفعل، هذا المطلوب منه. وما على الرسول إلا البلاغ، مهمة البلاغ، ما هو مهمة أن يعرف الفلك ولا كيف تكور الشمس ولا كيف تنكدر النجوم ولا كيف تحشر الوحوش ولا كيف الغاشية ولا الأمور الفلكية والأمور المستقبلية ولا القصص السابق. يروحون يتناقشون مثلا عن قصة يوسف عليه السلام، هذه تفيد الناس المتخصصة بالقصص وتطور التاريخ وتطور البشرية، يستفيدون من القصص هذا. حنا نأخذ منها بس العبرة فقط. أنا أؤمن مثلا أن هذه الآية من رب العالمين وأتعبد بتلاوتها، مو لازم أعرف معناه، مو لازم أعرف كيف قصة نوح عليه السلام ولا كيف، ما هو مطلوب مني. افهموا أنت كل إنسان، ولا جالسين الناس يقولوا الأرض مسطحة ولا كروية، ولا يا أخي إذا أثبتت أنها مسطحة جزاك الله خير، وإذا أثبتت أنها كروية جزاك الله خير، أنا ما راح يغير من إيماني شيء. وأي إنسان متخصص يفيدنا، يأخذ من الآيات اللي فيها من تخصصه ويستفيد منها، ما في شيء، ما في مانع. لأن هذه آيات كونية وآيات مستقبلية وآيات جيولوجية وآيات، استفيدوا منها. لكن مو أنت شخص واحد تبي تعرف كيف الفلك وكيف الأجنة وكيف، ونجلس اللي فتح اللي مساحة تبي تعرف كل شيء. هذا من ناحية الآيات الكونية والآيات. يجيك واحد مثلا يقول لك هل الإسلام جزء من المواطنة؟ أنت عرف لي المواطنة وش؟ المواطنة إيش؟ يعني أن الإنسان يكون حر بعبادته وإنسان حر بكلمته؟ نعم، بالعكس، المواطنة جزء من الإسلام وليس الإسلام جزء من المواطنة. هل الإسلام هو اللي يقول لك أصلاً أنك حر بمعتقدك تعبد؟ لو تبي تعبد الشمس ما حد يجبرك تعبد الله وحده، ولكن احترم رموز الآخرين واحترم عباداتهم. يعني أنا الحين مثلا موحد بالله ومؤمن ومسلم، ما يجوز أني أسخر من اللي يعبدون بوذا ولا ما أسخر، أصلا ما راح يتقبل مني إذا سخرت منه، ما يجوز. هو حر، ممكن يوم من الأيام يكون أفضل مني، فليش أسخر منه ولا أسخر من عبادته ولا أسخر من معتقده؟ فالإسلام افهموه، الإسلام بالنسبة للمجتمع ككل ثبت ثواب. قال لك أنك المساءلة على الجميع، لا أحد فوق المساءلة. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، إذن ما في أحد فوق المساءلة. هل هذا المواطنة أن تقصد يا صاحبين المواطنة؟ أن ما في أحد فوق المساءلة، لا حاكم ولا محكوم؟ إذن كذا معناته هذا فعلا جزء من الإسلام المواطنة. إذني أنا حر من معتقدي بس ما أنتقص من الآخرين، هذا جزء من الإسلام. إذني حر الكلمة، أتكلم بأي شيء إلا القذف بلا دليل، هذا جزء من الإسلام.
ما هو الإسلام جزء من المواطنة؟ ليش تقلبون المعادلة؟ بالعكس، المواطنة إذا كذا، المواطنة هذا اللي أنت تقصدون، فهي جزء من الإسلام. الإسلام أشمل بعد، أشمل من كذا، وضع العقوبات حدودية، حد أعلى وحد أدنى، والناس تختار ما بين الحدين للعقوبات. الأعراف، الله سبحانه وتعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. إذن أعراف المجتمع برضو الإسلام حث عليه أن القوانين توضع على الأعراف. والله إذا أنكم لاحظين أن مثلا قوانين الزواج والطلاق ما هي مضبوطة، طالبوا. إذا دولنا هي مثلا ما نفذت هالإسلام الصحيح، والإسلام أعطاك بس خطوط عريضة وقالك شرع، شرع بما يناسبك. تقدر اليوم الدولة تقول ممنوع تعدد الزوجات، وين المشكلة؟ إذا الدول تجوز لها أن تنظم الحلال، لكن ما يجوز لها تقول الفاحشة حلال، لا ما يجوز. هذا حاكمية إلهية، الحاكمية البشرية ما دون ذلك، وانتهت المسألة. شغلوا مخكم شوي، ولا تقعدون تاخذون فرصة هذه ان الناس لا حرية الكلمة، لا تقعد تصلون الى الرموز والدين والذات الإلهية، هل الله موجود ولا ما موجود. يا اخي ايش الكلام هذا؟ يا اخي استفسر انت وانت جالس بغرفتك هل الله موجود. اما انك تقول الناس وتفتح مساحات وفي اطفال وفي بنات صغار يقعدون يشككون في معتقداتهم، وش هدفك؟ لا تنسون ان الناس اربع اصناف، اما مهتدي او هادي او ضال او مضل، واختار. تبغى تصير مهتدي لحالك بدون ما تهدي غيرك، جزاك الله خير، هذا المطلوب منك. تبي تصير هادي تهدي الناس بالكلام الصحيح، ما تقدر تألف من عندك، برضو جزاك الله خير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هادي. تبي تصير لا سمح الله ضال لحالك، برضو ممكن الله يسامحك. لكن تبي تصير مضل، هذه مصيبة. مضل يعني ايش مضل؟ يعني تفتح مثل قناة تلفزيونية كلها خلاعة، او تقعد تضرب بالدين وبجريدة ولا مجلة ولا قناة تلفزيونية ولا مساحات ولا بايش، هذه يسمى مضل. والمضل ترى أزود من الضال، يأخذ ذنوب غيره. وانتبهوا، وجزاكم الله خير، شكرا لكم.